توفيق يا باشمهندس. توفيق ان شاء الله. بتوزع كروت اهي. اسمي رامي محمد السيد، عضو بحمله الاستاذه مي محمود عن دائره المنتزه. كان معانا مبلغ مالي 70,000 جنيه تبع الاستاذه مي محمود. كنا موظفين للمواطنين في الشارع، انا وخمس افراد معايا من الحمله، وكان معانا عربيه سوزوكي مقابل ان كل فرد يدي صوته للاستاذه مي محمود.